الخرافي والمتروك هذا اللي تربينا عليه, هذا اللي تربينا عليه. نعم. ما حد يقدر يختلف عليه. اختلف الان اليوم انت ما قاعد تشوف الخطاب الخطاب لبعض السياسيين. دكتور علي, دكتور علي خلينا نتكلمها بشفافية. انت مو راضي توصلها حلو, وانا لدي الشجاعة انا اوصلها. لما اشوف شخص من اخواننا السنة او اخواننا الشيعة, نعم, اهوج اثنين ثلاثة يعم على العموم, لا الاهوج خليه يولي في قضاء ويحولونهم للقضاء. احنا نحب بعض, احنا مستمرين مع بعض, احنا على قولتهم تحت قيادة حكم الصباح, تحت الاربع الاوان علم دولتنا. أكيد. الله لا يغير علينا في كل شيء, بس انت في حلقه مفرغه قاعد تلف عليها. مو قالف عليها, راح اعد. لا 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 مو قالف عليها. شنو لفت عليها؟ انت تحكي الان في دائرتك الاولى. انا اتكلم باطار عام. دائرتك الاولى. انا اتكلم باطار عام. لا تتجاوز هالنقطه هذه. انا من يوم اعطيك الجواب ماضي توصل للنقطه. قلت لك انا اليوم المنطلق الرئيسي لازم يكون الدستور. قول لا هذا مجلس الامه 1 2 3 ما راح اذكر الوحده الوطنيه. لا ما راح اذكر عضو بالاسم. انا مو بصدد اني انا اروح اتهم فلان وعلى. انا جاي هني اتكلم بايجابيه, انا جاي هني اطرح حلول. حلولها بوجهه نظرك الاختيار الصحيح 2/2/2012؟ اكيد الاختيار الصحيح حل بكل مجال, مو بس 2012, حتى ان شاء الله في 2050 المجلس الاول. لا في وقتنا الحالي طبعا لازم يكون في هناك اختيار صحيح, اكيد لازم يكون. ما في محاباه, ما في لا قبليه لا طائفيه لا حزبيه. اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب تحت قبه عبد الله السالم, الشخص اللي يخدم بلدنا. نبي نرتقي نفس ما ارتقينا في السابق. احنا بيدينا نزلنا اليوم صاحب السمو الله يحفظه لما حل مجلس الامه وضع الكره بملعب الشعب الكويتي. وعينوني اليوم, واعتقد كلمه اعينوني, واعينوني اليوم الشعب الكويتي يملك مطلق الحرية من باب الدستور بأن يختار 50 نائب يمثلون الأمة. إذا اختار المجموعة الصحيحة المركب هذا راح يمشي, إذا اختار المجموعة الغير صحيحة المركب راح يوقف. ولكن أنا ما أعتقد أن مركب الكويت في صدد أنه يوقف. البوم هذا ماشي, يمشي ماشي سواعد الشباب لنفسك بإذن الله وبعون الله, الشباب الطيبة وبقيادة سمو الأمير وطبيب. والله يوفقك. نبي نسمع أفكارك, نبي نسمع أطروحاتك دكتور عبر شاشة التلفزيون الشاهد. نبي ناخذ منك أطروحاتك, شو اللي أنت حاب توصله للمشاهدين, شنو حاب تبي توصله للكويت بوجه عام والدائرة الأولى بشكل خاص. نبي ناخذ أطروحاتك دكتور. أرجع وأقول إحنا اليوم أمام مفترق طرق. اليوم الشعب الكويتي أمامه خيارين, يا أنه يستمر باتجاه التمزيق اللي قاعد يصير للمجتمع من قبل بعض الأفراد, ما أقول الجميع, البعض. اليوم في ناس يحاولون يتكسبون بالطائفية, في ناس يحاولون يتكسبون بالعنصرية. هالأمر هذا إذا استمر بالنهاية راح نوصل لا سمح الله إلى نتيجة 92 لما خسرنا البلد في 6 ساعات, وهذا الشيء ما حد يقبله لان كلنا مرينا بتجربه مريره. وديناها خلال 6 اشهر بتساعدنا وبتعاضدنا مع بعض. الحل الاخر اليوم بان يؤمن جميع شرائح المجتمع الكويتي بان الكل شركاء في هذا الوطن تحت مظله دستور 62, تحت مظله القانون الكويتي, تحت مظله حضره صاحب السمو. تحت مظله حضره صاحب السمو طبيعي. اليوم احنا عندنا مساحات مشتركه, لازم نؤمن بان الجميع شركاء في هذا الوطن ونعمل من باب المشتركات الموجودة حتى نرتقي بكويت المستقبل. إحنا إذا ما عندنا أساس ما نقدر نبني, لازم يكون في قاعدة أساسية واضحة أساس نبني. الله لا يغير علينا يا دكتور. اليوم معالي وزير الإعلام صرح قال في تغيير قادم في مجلس الأمة بنسبة 70%, تأيده؟ أنا أتوافق معه, يعني واضح, يعني حتى مؤشر الفرعيات اللي صارت للحكومة لحد الحين ما خذت إجراء عليها فعلياً, مو الإحالة, ما زلت على الموضوع هذا. في تغيير كبير صار. أنا أتوقع في الدوائر جميعها راح يكون في تغيير. هو النسبة غالبا تكون 50%, أنا أعتقد اليوم راح يزيد, يوصل قد يصل إلى 70%. أتفق مع وزير الإعلام في الموضوع. مستقل هذا. مرشح مستقل في الدائرة الأولى له حظوظ أم لازم يدش تحت تحالفات ما تحالفات؟ انتخابات اللي فاتت كان في مرشحين مستقلين كثير حصلوا على ارقام كبيره. انا شاهدت بجريده شاهد بالامس كتبنا مانشيت اعاده التحالفات والسيناريو في عام 2009 في الدائره الاولى. الان باقي 4 ايام على اغلاق باب الترشيح. الخريطه في الدائره الاولى لحد الحين مو اتوقع فيها مفاجات الاربع ايام القادمه. اتوقع اكيد راح يكون في مفاجات.
تكون فيها. تتوقع انك تتحالف مع حد دكتور من المرشحين او من الاسماء الان في الفتره القادمه؟ التكتيك الانتخابي بالنهايه هذا يحق لاي فرد وفق القانون بالنهايه. ارجع لا بالنسبه لك انت دكتور التكتيك الانتخابي وارد باي فتره؟ متفائل في متفائل جدا. الوزراء الشيخ جابر المبارك انا اعتقد التجربه الحاليه قضيه اداره العمليه الانتخابيه للحكومه هذه مفصل الانتخابات الفرعيه والتعاطي معها لا اعتقد ان هذا بدايه جيده، ولكن نامل بان تصلح الاحوال من باب رقابه الانتخابات وجمعيه الشفافيه انها تعمل بايجابيه لاداره عمليه انتخابيه حره ان شاء الله ونصل الى نتيجه ممتازه. دكتور علي عبد الله جمال مرشح الداله الاولى، كلمتك الاخيره. كلمتي الاخيره ان احنا اليوم امام معترك، احنا اليوم امام مفصل. انا هذه قلتها اليوم الصبح في امام المستقبل، امام طلبه جامعه الخليج. هالنصيحه ياتني، اذا ياكم ولد اذنوا باذن اليمين واقروا الماده السادسه من الدستور باذن اليسار. شكرا دكتور علي عبد الله جمال، والله يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا احنا وياكم مستمرين وعندنا ضيفنا الثاني، بس قبل لا نستقبل ضيفنا الثاني نشوف تقرير لقاءات مع المرشحين ونرد لكم مره ثانيه. هو طبعا الازمات المتولده ومتكرره عبر السنوات الماضيه ستتكرر خلال الفتره القادمه اذا لم نعدل النظام السياسي، لان النظام السياسي الماده السادسه تقول ان نظام الحكم الديمقراطي، والنظام الديمقراطي قائم على فصل السلطات وعلى منظومه قوانين تخلق بيئه سياسيه. احنا عندنا خلل في هذا الموضوع، خلل في بنيه النظام السياسي، لا عندنا حكومه منتخبه برلمانيه، وايضا الاسره هي التي تعين الحكومه، تعين رئيس الوزراء، والرئيس الوزراء يختار الوزراء، فبالتالي ما يكون له الاستقلاليه للوزير. فاعطت صيغه 12 زائد 4 لتتوافق ما بين الحكومه البرلمانيه وبين رغبه أبناء الأسرة يكون لهم تمثيل في الحكومة. الأربعة اللي هم رئيس الوزراء والداخلية والدفاع والخارجية يكون من أبناء الأسرة، و12 مقعد سيكون لأقلبية برلمانية. وهذا يحتاج أن يعني مثل ما طرحنا أن يكون المجلس القادم هو مجلس انتقال لمدة سنة يعدل فيه حزمة القوانين من تنظيم الجماعات السياسية وبين خلق بيئة سياسية بقوانينها كلها العامة، ثم تجرى الانتخابات بعد سنة بهذا النظام. ستكون هناك أغلبية برلمانية ستشكل حكومة من خلالها، وتحتفظ الأسرة بمقاعدها الأربعة، وستكون 12 مقعد للأغلبية البرلمانية، بحيث أن فعلا تستطيع أن تساءل الحكومة من قبل الشعب أو من قبل البرلمان، وأي إخلال في الخدمات وفي التنمية راح توجه للحكومة وليس الأسرة. فنبعد الأسرة في هذا الجانب عن الصراع السياسي، وايضا اعطيناهم فرصه في التمثيل وصقل قدرات ابناء الاسره الذين يريدون ان ينخرطوا في العمل السياسي مستقبلا. والله انا اقول المجلس السابق كان مشلول من بعض النواب اللي موجودين. الحكومه احنا خاصين منها. حكومه مشلوله لانها ما عندها رؤيه مستقبليه ولا عندها برنامج تسير عليه، فخاصين احنا من هذا. لكن ناتي على اراده الشعب. اراده الشعب خرجت النواب، خانوا امانتهم. خانوا الصوت الشعبي اللي اخرجهم لقاعة عبد الله السالم للدفاع عن مقومات الامه، الدفاع عن مكتسبات الامه، فذهبوا للدفاع واصبحوا سور حامي للحكومه الموجوده برئيس وزراء سابق عليهم تجاوزات الشيء الكثير، وزراء عليهم تجاوزات الشيء الكثير، وبالتالي احنا نرى انه مشلول، لكن ليس من مجلس الامه ولا ليس من اعضاء مجلس الامه الشرفاء. هم يقدمون القوانين، يقدمون المشاريع، يقدمون الاستجوابات المستحقه، لكن يجدون امامهم جدار صد واضح بالحق وبغير الحق في هذا الامر. اخواني اعضاء مجلس الامه كانوا يشرعون وكان يعني ما قصروا بحق الكويت، لكن المشكله في الحكومه يعني خطه التنميه لما تعرضها كانت تعرضها على ورق وتعطيك نتائج على ورق، حققنا كذا كذا، طبعا هذا على ارض الواقع ماكو شيء، والدليل على ذلك احنا اليوم التنميه اللي طلعت الفتره اللي طافت هل في شيء طلع على الواقع؟ ماكو شيء، فهذا شيء محزن جدا. فطبعا دائما الاعاقه من الحكومه ومن السلطه التنفيذيه، ولذلك حتى المجلس سكروه بالمفتاح، لدرجة أن أعضاء مجلس الأمة والشباب تحركوا على مستوى الشارع لين وصلنا للنتيجة اللي نبيها. نتمنى أن النتيجة هذه تؤدي إلى كويت يعني غير كويت الماضي. نطلب من الحكومة أن تكون واعية للفترة القادمة، أن العرس الديمقراطي اللي احنا حاليا فيه لم يأتي من فراغ، جاء من الحراك الشبابي والشباب الآن واعي، ويجب أن تكون الحكومة جادة في الإصلاح
وأن تدرج عملية الإصلاح في الخطة القادمة في وقت وزمن محدد، ونكون متى ما رأينا أن الحكومة جادة في الإصلاح وإصلاح ما أفسدتها الحكومة السابقة سنمد يد العون، ولكن بالمقابل لن نتهاون معها متى ما حادت عن هذا الطريق. نتمنى من الحكومة في المرحلة القادمة، سندفع الحكومة لإعادة النظر أو إعادة صياغة خطة التنمية اللي أثبتت فشلها حقيقة من خلال التنفيذ. نتمنى من الحكومة أن تأتي بخطة تنمية بقانون لكن قابلة للتنفيذ. لا نريد مدن حرير، ها؟ نريد أن يرى المواطن الخدمات الصحية بتطور، تتحسن الخدمات التعليمية بما يتوافق قدرات الحكومة. لكن أن تأتي بخطة وبعد سنتين تقول أن أجهزة الدولة عاجزة عن تنفيذها، هذا ما أحبط المواطن، ونعتقد المواطن واصل إلى مرحلة الإحباط لا يحتاج مزيدا من الإحباط. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد ما شفنا هذا الفاصل، وما زلنا حنا وياكم مستمرين. ضيفنا اليوم الثاني الأستاذ خالد رفاعي شليمي، مرشح الدائرة الرابعة. حياك الله أبو أحمد. حياك الله يا هلا. ساعة المبارك. الله يبارك. حياك الله أبو أحمد. ساعتك مبروك. حياك الله. بداية أبو أحمد، قبيلة ظفير سوت تشاورية أو فرعية وزكتكم أنت والنائب السابق أحمد الشراع، صحيح؟ لا طبعا، لا تشاورية ولا فرعية. شنو صار؟ تنازل. اجتمعنا كمرشحين أمس، وكل واحد يعني قدم تنازل، وأنا صراحة يعني في هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه العملية اللي تم من خلالها يعني ترك المجال وتزكيتي أنا والنائب السابق المحترم أحمد شرعان. نشكر شيوخ قبيلة الظفير ووجهاء قبيلة الظفير وكل الإخوان، وإتماما لهذا وأنا أمثل طبعا. بس اشترطوا عليك دكتور دائرة كل أنهم أنك بعد تنزل مرة أخرى. والله شوف، أنت والنائب أحمد في حالة عدم يعني الواحد الأمر مربوط بالتوفيق، يعني إذا الواحد سهل الله له عز وجل هذا الأمر رح يمشي، لكن إذا ما سهل أنا نفسيا يعني أنا كشخص ما أرغب بالاستمرار. بس شروطه والله هو عن تراضي، يعني ما هو ترى ما في شروط ملزمة، لكن هو عن تراضي. يعني الواحد ممكن يقول لك أنا يعني إيه ما يخال لكن بعدين، لكن إحنا طالما عن تراضي ورغبة، وبالتالي أنا شخص أنا رغبة مني أنا بعد. زي نزول الدكتور فهد سماوي؟ والله ما أدري بصراحة، لكن أعلن نزوله. يسأل قال في تويتر، يسأل عنه الدكتور فهد سماوي. وبالمناسبة يعني فهد سماوي ترى على خلق عظيم، وفهد سماوي ما أتصور يعني أنه يكون ضد أحد أو أسلوب هذا موجه لأحد، يكون مثلا يبقى عنده وجهة نظر وإحنا نحترم وجهة نظر. التقيت فيه دكتور عفوا أبو أحمد، التقيت فيه التقيت فيه، صار بينكم حوار شيء؟ أبو خالد أخو قريب من القلب، يعني نعم. يعني قريب من القلب، يعني قبل لا يكون يعني أنا أعرف في تحالف لكم مستقبلي أو والله أنا مناسب لكم لخدمكم. أنا كشخص طبعا يعني في أي شيء يخدم مصلحتي في سبيل أنك توصل للحصول عليه والوصول لمجلس الأمة في ما يباح له القانون والشرع، وأولا الشرع وبعدين ما يباح له القانون، يعني أتعامل. ما راح تعرفون مع نزة؟ والله إلى الآن يعني مو مبين شيء، لازم يسكر باب التسجيل والانسحابات وعلى ضوءها تتبح الرؤية. يقول ما راح التحالف لحد الآن، مستقل، إجاباته دبلوماسية. لا لا، أنا واضح وياك وقلت لك يعني التحالف هذا بالعكس إذا كان يخدمنا ويخدم وصولنا يعني هذا بالطبيعي. بس في أخبار أنه في تحالف راح يكون. والله شوف، التوجه أنا في توجه من أهل الجهرة، وفي توجه أيضا من أبناء الدائرة رغبة بالتغيير، وهذا قاعد نلمسه احنا كأشخاص مرشحين نفتر بالدوائن، في توجه كبير. يعني انا يعني احس شخصيا الان ايه في موجة كبيرة قاعد تدعم هذا الامر. الموجة تدعم التحالف، تدعم التغيير، يبون التغيير. إيه إيه الرابعة ايه تدعم التغيير، بس اكثر الدائرة الرابعة الاكثرية منهم في اريحية للنواب السابقين. ما يمنع هذا، توجهنا واحد كلنا مع بعض، احنا كاخوان هذا اللي شفناه احنا، الاخ النائب مسلم البراك والاخوان ابو رمية والدقباسي ومحمد هايف
وشعيب المويزري ها توجهنا واحد انا كمعارضه. ليه ما قلت عسكر؟ لكن هي عملتها عسكر احنا كتوجه، هذا توجه، هذا له توجه، هذا له توجه. احنا